ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن ازدياد العبد قربا من ربه عز وجل بالإيمان والتحقق بحقائقه يبلغ العبد معية الله عز وجل التي يحصل بها على الأمن. ولذلك ذكر الله عز وجل كثيرا من الأعمال الصالحة ثم كان الجزاء فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإنهم لما كمل خوفهم من الله عز وجل كان أمنهم عنده سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل، والله سبحانه وتعالى يخاف منه، فمن خاف منه لم يخف لديه، ومن لم يخف من الله عز وجل فإنه يكون عليه الخوف يوم القيامة، ولهذا من خيف منه فر منه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا خيف منه فر إليه كما قال الله عز وجل ففروا إلى الله. قال بعض السلف من خاف الله فر إليه ومن خاف غيره فر عنه. ولأجل هذا من خاف الله عز وجل في الدنيا وأحسن عمله كان الجزاء أنه آمن يوم القيامة لا خوف عليه، كما قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فلهم أمن كامل ولهم اهتداء كامل بحسب كمال إيمانهم.